السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من تيك نيوز. انتل ابتدت تغير من طريقة تفكيرها، شاشات جديدة من ايسر ومعالج جديد من اي ام دي للفئة الاقتصادية. موقع اس سي دي كي بيقدم العاب وبرامج باسعار مميزة، تقدر تشتري ويندوز 10 بسعر 14 دولار بس، ده غير ألعاب تانية كتير بعروض أفضل. اتأكد إنك تستخدم أكواد الخصم في الديسكريبشن عشان تاخد تخفيض بيوصل ل 10%. لتفاصيل أكتر شوف اللينكات تحت الفيديو. شركة إيسر أعلنت عن شاشتين جداد، الإكس زد 27.1U والإكس زد 32.1QU. الشاشتين كيرفيد وبيجوا بريزوليوشن 1440 بي او WQHD، الريفريش ريت 144 هرتز، والبانل من نوع VA بريسبونس تايم 1 ملي سكند عشان خاطر تكون الشاشات مناسبه ليك ايا كان نوع الالعاب اللي بتلعبها. بالنسبه للمداخل والمخارج ففي مدخلين HDMI 2 ومدخلين ديسبلاي بورت 1.2، واحد بالحجم العادي وواحد ميني، بالاضافه لاربع اماكن USB 3 ومدخل 3.5 ملي. الشاشات هتدعم PIP والPPP، واللي منكم ما يعرفش ايه المستين دول، فباختصار دول بيخلوك تقدر تشغل جهازين على الشاشة في نفس الوقت، سواء عن طريق انك تقسم الشاشة نصين او انك تخلي صورة موجودة جوه صورة. الشاشتين هيدعموا الفري سينك وهيكون فيهم سماعات ستيريو، بس ما تتوقعش منها جودة صوت كويسة خالص. بالنسبة للسعر، فالشاشة الاولى سعرها 520 دولار والتانية الاكبر ب 550 دولار. طبعا السعر ده ما يعتبرش افضل حاجة، هو مش غالي ولكن مش رخيص، بالذات وان الشاشات دي مش معمول لها دعاية تحت براند الجيمينج الخاص بايسر، ومش بتدعم خاصية غالية مثلا زي الجي سينك او حاطين بانل من نوع IPS. عموما السعر زي ما قلتلكم مش حلو ومش سيء، يعني انت ممكن تلاقي شاشات بنفس الامكانيات تقريبا بسعر ارخص ب50 دولار، ولكن هتلاقي ان ناقص فيهم كام ميزة زي السماعات وخاصية PIP والPPP، فدول يعني اللي ممكن يبقوا عاملين الزيادة دي. من الواضح كده ان AMD مش عايزة تسيب اي مساحة في السوق لمعالجات انتل، فحاليا AMD نزلت بروسيسور AMD اسلوم 200GE، ده بروسيسور لو بادجت جدا يعني للميزانيات الشبه منعدمة، وبيجي فيه كارت شاشة داخلي من فيجا بثلاثة كومبيوت يونت. البروسيسور هيكون فيه 2 كورز وهيدعم تقنية الـ SMT اللي هي يعني زي الهايبر ثريدنج بتاعت انتل، وبالتالي هيكون فيه 4 ثريدز او خيوط، وسعره هيكون 55 دولار بس. البروسيسور ده موجه عشان ينافس معالجات البنتيوم والسيلروم من ناحية انتل. سرعته هتكون 3.2 جيجا هرتز واستهلاك الطاقة 35 واط، يعني هيشتغل على اي باور سبلاي مهما كان. الجميل هنا بقى انه هيدعم ميزات مش هتلاقيها في السعر ده خالص، زي دعم مباشر لل USB 3.1 ودعم لل NVMe SSD. للأسف البروسيسور مش هيكون داعم لكسر السرعة. الخلاصة ده بروسيسور للناس اللي عايزة حاجة رخيصة قوي تشغل عليها وورد وتتصفح النت او تتفرج على افلام، لكن بالنسبة للالعاب فما تتوقعش انك تاخد منه اي اداء مرضي خالص. او قبل ما انسى، ده مش هيكون البروسيسور الوحيد اللي تنزله AMD من فئة الاسلون، وانما لسه هينزله الـ220GE والـ240، مما لا شك فيه ان حاليا انتل وقع في مشكلة كبيرة، من ناحية بسبب ارتفاع اسعار معالجاتها في السوق، ومن الناحية التانية المنافس المباشر بتاعها AMD عمال ياكل من حصتها في السوق اكتر يوم بعد يوم، وعشان كده انتل بتحاول تاخد خطوات تلحق نفسها بيها باي شكل، وده ظهر في تسريب لصورة العلبة بتاعت الكور i9-9900K الفلاجشيب الجديد في عالم معالجات المينستريم. التسريب وضح ان العلبة بتاعت البروسيسور اخيرا اتغير شكلها عن الشكل التقليدي بتاع علب معالجات انتل كلها. الشكل زي ما انتم شايفين كده شبه الشكل السداسي، والعلبة عاكسة للضوء بنسبة. في رأيي الشخصي دي خطوة كويسة من ناحية انتل، بالذات وان AMD عمالة تحسن في شكل المبردات اللي بتيجي مع معالجاتها، ناهيك عن شكل علب ثريد ريبر الاكتر من رائع. وشايفك اللي عمال تقول يا مصطفى ده مجرد شكل يعني مش حوار، هو شكل بس بيعبر عن نية انتل في التغيير شوية من سياستها الاحتكارية. عموما اللي ما يعرفش منكم، فالكور i9-9900K هيكون معالج ب8 انوية و16 مسار، وسرعته هتوصل لغاية 5 جيجا هرتز. متوقع ان السعر بتاعه يكون في حدود 500 دولار، ولكن الكلام الاكيد بالذات في حتة السعر لسه محدش يعرفه. واخر حاجة، المعالج ده هيقدر يشغله اي حد عنده بوردة زد 370 بمجرد بس ما يعمل تحديث للبايوس.
خلونا نكمل مع انتل اللي اعلنت عن فرض جديد في عائلة الاوبتين الخاصة بيها، الانتل اوبتين SSD 905، هيكون بمساحة 1.5 تيرا بايت. اللي منكم ما يعرفش الانتل اوبتين SSD، فده بيكون SSD ولكن قائم على تكنولوجيا 3D كروس بوينت. وعلى فكرة ده حاجة، والاوبتين ميموري اللي كنت اتكلمت عليها في مراجعة لوحة الزد 370 اولترا جيمينج OB حاجة تانية. باختصار الاوبتين SSD هو اسرع وحدة تخزين انت ممكن تشتري. السرعات بتاعتها بتوصل ل 2.7 و 2.2 جيجا بايت بير سكند قراية وكتابة، فشيء كويس قوي لصناع المحتوى ان يتوفر منها مساحة 1.5 تيرا. وبقول هنا صناع المحتوى لان لو انت مستخدم عادي او جيمر بمعنى اصح مش محتاج كل السرعة دي، واي M.2 SSD هيكون كافي بالنسبة لك وزيادة، خصوصا ان سعر الاوبتين SSD اللي بمساحة 960 جيجا بايت 1200 دولار، فما بالك بقى بالسعر اللي هينزل بيه 1.5 تيرا. اخيرا انفيديا اعلنت عن ميعاد اصدار الـ RTX 2070، لان حاليا اللي تم اصداره هو الـ RTX 2080 Ti و 2080. احنا عموما عملنا انبوكسنج للـ RTX 2080 نسخة جيجا بايت OC، تقدروا تشوفوه من هنا، والمراجعة هتكون قريب بعد ما نجرب الكارت تجربة كاملة ونقدر نحكم عليه. المهم ميعاد اصدار الـ RTX 2070 هيكون 17 اكتوبر. احنا متعودين دايما ان نسخة السبعين من كروت انفيديا بيكون فيها نفس المعالج اللي موجود في كروت التمانين، ولكن cut down version منه، يعني بمعنى اصح نسخة متشال منها شوية حاجات. لكن المرة دي المعالج اللي في الـ RTX 2070 مختلف عن المعالج اللي في الـ 2080، وبالتالي ده المفروض هيوفر على انفيديا في التكاليف عن قبل كده. لكن للأسف سعر الكارت مفضلش حتى زي ما انتل اعلنت عنه في المؤتمر، لا ده زاد وبقى سعر نسخة الفاوندر ايديشن 600 دولار. اللي منكم ما معرفش ايه هي نسخة الفاوندر ايديشن، فهي نسخة من الكارت بتنزلها انفيديا مباشرة ومش بيكون عليها اي تعديلات من الشركات التانية زي جيجا بايت واسس وام اس اي. عموما احنا في انتظار نزول الكارت وهنحاول نعمل له مراجعة هنا على القناة ونحكم عليه حكم كامل. شكرا لكل اللي كمل الفيديو لحد هنا، لو انت لسه جديد في القناة اتأكد انك تشترك، ادعمنا بلايك لو عجبك الفيديو، وتابعنا على مواقع السوشيال ميديا من اللينكات في الديسكريبشن. اشوفكم باذن الله في حلقة جديدة. سلام.